أسرع سناك لمريض السكر للكيتو دايت، مكون واحد سمسم 1 كوب 150 جرام. نطحن السمسم جيد، قليل من الملح أو أي نوع توابل أنتم بترغبوا فيها، فلفل أسمر، زعتر، ماء ساخن 7 معالق طعام أو ربع كوب 50 جرام. نحرك جيد، نترك العجنة ترتاح ربع ساعة، وهيك بعد ربع ساعة نوضع ورق الزبدة وبنفرد العجنة. طبعا بنخلي السموك يكون تقريبا 1 ملي، يعني ما يكون سميكة كتير. بنقسم مثل ما احنا بنحب بنقسم، ممكن نعمل مربعات بالسكينة، ممكن نعمل مثلثات، هذا نعملها مثلثات هيك، واحنا بنوضعها بالفرن. بنشعل الفرن مسبقا على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة تقريبا أو حسب نوع الفرن. نوضع صينية بالرف الأوسط، نتركها حتى تبرد. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي، يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.